أهلا. في الاختبار النهائي لجوجل بتاريخ 15/11/2019، حبيت في هذا الفيديو أشارك الاختبار بنمط شوية مختلف عن باقي الاختبارات اللي كنت أنشرهم على قناتي، وحضيف روابطهم في وصف الفيديو. الآن الفكرة إن شاء الله في هذا الاختبار هشرح كل سؤال أو بعض الأسئلة اللي فيها التريك أو اللي بتوقع إنه بتواجه أو الناس يواجهوا صعوبة في حلها إن شاء الله. فخلونا الآن بنبدأ الاختبار. طبعا الأسئلة 40 سؤال، لو جاوبت فقط على 32 سؤال هتنجح في الاختبار. في كمان معلومة بتوقع مش الكل يعرفها، انه بتقدر تعمل اعادة تحميل للصفحة بحيث تغير اسئلة الاختبار. يعني لو انت مثلا دخلت على نموذج لكن شعرت انه الاسئلة صعبة شوية عليك، بتقدر فقط تعمل تحديث للصفحة وبتنتقل على اسئلة جديدة. الان خلونا بنبدأ في الاختبار. اول سؤال، اكبر تحدي يواجه معظم الانشطة التجارية عند الانتقال لعالم الانترنت، اللي هو وضع خطة. الآن السؤال الثاني، الآن الاستفادة من أدوات التحليلات في الموقع عن طريق الإنترنت ستوضح لك الموقع الجغرافي الذي يأتي منه جمهورك، أو ستسد الصفحات التي لا تنال على إعجاب جمهورك، هو أول إجابة. السؤال الثالث، الآن هنا بيقصد في هذا السؤال كلمة يتواصل النشاط التجاري مع جمهوره من خلال التطبيق، من خلال التطبيق الفعلي بالإمكان إرسال إشعارات أو إرسال تنبيهات، فبالتالي حيكون الاختيار رقم 3 اللي هو إرسال عروض إليهم عندما يدخلون إلى منطقة جغرافية معينة. هذا الأوبشن بيتم فعلا في التطبيقات من ناحية البرمجة، يتم برمجة التطبيق بأنه إذا مثلا دخل العميل في بنفس المنطقة الجغرافية اللي فيها النشاط التجاري، بيتم إرسال له تنبيه أو إرسال عروض. الآن السؤال الرابع، لما بنقوم بعمل تحليل المنافسين، هذا حيساعدنا بأنه نكتشف عن المناطق الإضافية التي يمكن أن تعمل فيها حتى تتمكن من تنمية نشاطك التجاري. طيب الآن، ما الخطوات الأولى التي ينبغي لك مراعاتها عند إنشاء استراتيجية نشاط تجاري على الإنترنت؟ أول خطوات، تحديد جماهيرك وتصنيفها إلى شرائح. هذه الإجابة أنا ستاندرد دائما أجاوبها. الآن السؤال السادس، ترى محركات البحث المحتوى في الموقع كشفرة مكتوبة، كيف يمكن مساعدة محركات البحث في التعرف على الصور في موقعك على الويب؟ منحها أسماء وصفية. ما الخطوات
أو ما الخطوة الأولى في عملية تحسين محركات البحث لموقعك على الويب؟ الخطوة الأولى اللي هي أبحاث الكلمة الرئيسية. الآن أهم شيء في موقع الويب بأنه نكون عارفين الكلمة الرئيسية اللي احتمال العملاء حيبحثوا من خلالها، وبذلك بنضمن ظهور موقعنا في الصفحة الأولى في جوجل. طيب السؤال الثامن، هنا استخدام عبارات الكلمات الرئيسية المخصصة في خطتك لتحسين محركات البحث، كثيرا ما يسمح لك بأن هنا السؤال أشعر أنه في نوع من أنواع التريك، فأتوقع الإجابة رقم 2، تعثر على المزيد من الفرص. وصراحة في احتمال الإجابة رقم 2 أو الإجابة رقم 3 قريبات جدا على بعض، أو تشهد المزيد من الزيارات مقارنة بالكلمات الرئيسية العامة. الآن السؤال بيقول، عندما تتطلع إلى تحسين أداء موقع ويب لرفع ترتيبه في محركات البحث، فإن استخدام عبارات الكلمات الرئيسية المخصصة في خطتك لتحسين محركات البحث كثيرا ما يسمح لك بأن تعثر على المزيد من الفرص، أو تشهد المزيد من الزيارات مقارنة بالكلمات الرئيسية العامة. أنا أتوقع أختار رقم 3. طيب الآن سؤال 9، هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلال تحسين أداء موقع الويب. عندما يتعلق الأمر بالروابط، جودة الروابط مهمة وليس كميتها. عند تحسين موقع ويب لشبكة البحث، ما تأثير العلامات الوصفية وعلامات العنوان في محرك البحث؟ العلامات الوصفية وعلامات العنوان رسائل مضمنة تساعد محرك البحث مثل جوجل في تحديد ما هو موجود في الصفحة. عند الإعلان باستخدام تسويق عبر محرك البحث، فإنك تدفع تكاليف فقط عند نقر أحد الأشخاص على إعلانك. السؤال 12، عند الإعلان على محركة البحث، إذا قدمت عرض السعر نفسه مثل منافسك، فإن تمتعك بنقاط جودة أعلى سيعني أنك ستظهر مقارنة به أعلى منه. هنا الكلمات الرئيسية السلبية تمنع ظهور إعلاناتك عندما يبحث الأشخاص عن أشياء لا صلة لها بنشاطك التجاري. ما أهم شيء ينبغي وضعه في الاعتبار عند تحسين حمل التسويق عبر محرك بحث؟ أهم شيء زيادة مدى الصلة بالموضوع للكلمة الرئيسية والإعلانات وسطها المقصودة. تعتبر الأدلة المحلية أداة رائعة لتحقيق الانتشار المحلي على الإنترنت. ما الخطوة الأولى في استخدام أحد الأدلة؟ إنشاء بطاقة بيانات. طبعا إيش يعني إنشاء بطاقة بيانات؟ أحيانا بتلاحظ أنت فعليا لما بتبحث على جوجل على اسم شركة، بيظهر بجانب الصفحة مثل جدول بيظهر اسم الشركة والموقع الجغرافي ومعلومات عن الشركة، هذا يسمى بطاقة بيانات.
السؤال رقم 16، ما فوائد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عندما تطلع إلى الإعلان عن نشاطك التجاري محلياً؟ رقم 2، يمكن استهداف الجمهور محلي معين بإعلاناتك. لماذا تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أداة رائعة تمكن نشاطك التجاري من بناء الثقة والتفاعل مع جمهورك؟ هذا السؤال أيضا يحتوي على خيارين أشعر أنهم هم دائما أحتار فيهم، اللي هو الإجابة رقم 3، يمكنك مشاركة تعليقات نزيهة حول منتجك أو خدمتك، والإجابة رقم 4، يمكنك التواصل مع العملاء في أي وقت، لكن هو الإجابة رقم 3، يمكنك مشاركة تعليقات نزيهة حول منتجك أو خدمتك. السؤال 18، بس أتأكد هنا، عندما يتعلق الأمر بمعرفة وسائل التواصل الاجتماعي التي يتعين تركيز جهودك عليها، كيف يمكنك تحديد وسيلة التواصل الاجتماعي التي ستحقق أفضل أداء لك؟ باستخدام أدوات التحليلات على الإنترنت لقياس التفاعل. السؤال هنا تمع فكرة، استخدام أدوات التحليلات على الإنترنت لقياس التفاعل. الآن سؤال 19، في ظل زيادة عدد المستخدمين، ما العنصران الذي ينبغي أن تتطلع إلى تحسينهما لرفع اللي هو سرعة الموقع وسهولة الاستخدام؟ عندما تتطلع إلى إنشاء محتوى فيديو لاستراتيجيتك التسويقية، ما أفضل 3 ممارسات ينبغي أن تفكر في تضمينها؟ قصيرة وملائمة وتتضمن وتضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، قصيرة وفنية وتضمين عبارة قصيرة ومسلية. هنا الإجابات كلها متقاربة بين 3 وبين 4، قصيرة وملائمة. أعتقد رقم 4 هي الأنسب، لأن دائما لازم إحنا بنعمل الإشي اللي بيلائم الجمهور. أما كلمة هنا مسلية بشكل عام، لكن الملائمة ممكن تكون مسلية. السؤال 21، أي من الأدوات التالية يمكن استخدامها لمعرفة المزيد عن عمليات البحث الأكثر رواجاً حول موضوع محدد؟ جوجل آدس إديتور. يوفر جوجل آدس إديتور أدوات كثيرة جداً، ومن ضمنها أداة الكلمات المفتاحية. سؤال 22، ما إحدى فوائد استخدام النماذج لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني؟ يمكن إعادة استخدام النموذج نفسه، يمكن عمل نسخة طبق الأصل من تصميم موقعك على الويب، تعمل النماذج بشكل أفضل على الأجهزة الجوالة، إنها مجانية دائما. يمكنك إعادة استخدام النموذج نفسه. السؤال 22، رقم الإجابة 1. أي مما يلي يعتبر إحدى فوائد الإعلان على شبكة البحث مقارنة بالإعلان على الشبكة الإعلانية؟ يتم عرض الإعلان على شبكة البحث للعملاء الذين يبحثون عن عبارات معينة. السؤال 24، أي مما يلي يعتبر إحدى فوائد الإعلان على الشبكة الإعلانية مقارنة بالإعلان على شبكة البحث؟ الظهور على مواقع الويب الملائمة. السؤال 25، عند استخدام الإعلان على الشبكة الإعلانية، ما الذي يمكنك تضمينه في الإعلان لتحقيق هدف زيادة المبيعات؟
العروض الترويجية والعروض الخاصة. ستة وعشرين، عند إنشاء محتوى تسويقي، تخطيط للمحتوى التابع لك. 27، مشاركة مقاطع أي مما يلي يعتبر استراتيجية رئيسية لتوزيع محتوى الفيديو التابع لك. 27، مشاركة مقاطع الفيديو في جميع أدوات التسويق الرقمي التي تستخدمها. سؤال 28، عند استخدام برامج التحليلات في موقعك على الويب، أي مما يلي لا يندرج ضمن فئة المقياس؟ فئة المقياس المتصفح. المتصفح دائما يعتبر من فئة البعد. البعد يتعلق دائما في مثلا المتصفح، وكمان الموقع الجغرافي لليوزر، نوع الجهاز. طيب، عند استخدام التحليلات في موقعك على الويب، ماذا نعني بمصطلح الإحالة الناجحة؟ الإحالة الناجحة هو تحقيق المستخدم لمقياس معين أو إكمال المستخدم لأحد الأهداف. هو إكمال المستخدم لأحد الأهداف. السؤال رقم 30، عندما يتعلق الأمر بتحليل بيانات الإنترنت، ما الإحصاءات التي يمكن جمعها باستخدام أدوات التحليلات؟ ترتيبك الحالي في محركات البحث. هنا صراحة السؤال 30 تعلق بإجابة رقم 1 أو رقم 2، لكن نجرب رقم 2. ما الذي تسمح لك تحليلات مواقع لو بفعله؟ عند إنشاء عرض تقديمي مستند إلى الكثير من البيانات، ما المبدأ الذي ينبغي أن تضعه في الاعتبار؟ تخصيص منهجك لجمهورك من أجل سرد قصة أفضل. هنا لماذا ينبغي أن تتجنب التركيز على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات؟ تكون المعلومات المناسبة في الوقت المناسب أكثر قيمة. سؤال 34، عندما تتطلع إلى إدخال وظائف التجارة الإلكترونية، هي أفضل خطوة إعداد برنامج تحويل أموال مثل البيبال؟ صور ذات جودة عالية. هنا هرمي، يمكن أن تساعد برامج التحليلات في تحسين موقعك على الويب، أي لأي مما يلي، للأجهزة المختلفة والتنقل. تحليل وسطاء عرض الإعلان الشائعين في تلك المنطقة. املأ الفراغ عن التفكير في توسيع نشاط تجاري على الصعيد الدولي، فإن أفضل مكان للبدء استخدام الأدوات المتاحة. إذا كنت تتطلع إلى توسيع وجود شركتك على الإنترنت دوليا، فأي مما يلي ينبغي لك وضعه في الاعتبار فيما يتعلق بالمحتوى التابع لك على
الإنترنت أن تتم ترجمته بواسطة الأداة. هنا وصلنا لآخر سؤال، لكن حراجع الأسئلة رغم أنه أشعر بأنه أحتاج للإجابة على نموذج أسئلة جديد. هذه أعتقد أهم شيء ينبغي وضعه في الاعتبار عند تحسين حملة التسويق قبل محرك بحث. تمام، تعتبر الأدلة المحلية. ما الفوائد؟ قصيرة وملائمة وتضمين عبارة تحث. العروض الترويجية الحالة الناجحة إكمال المستخدم لأحد الأهداف. هنا السؤال، ما الإحصاءات التي يمكن جمعها باستخدام أدوات التحليلات؟
أعتقد عندما يتعلق الأمر بتحليل بيانات الإنترنت، ما الإحصاءات التي يمكن جمعها باستخدام أدوات التحليلات؟ ترتيبك الحالي في محركات البحث أو مواقع الويب التي يزورها المستخدمون بعد مغادرة موقعك على الويب. اختار هنا السؤال رقم 1، ما الذي تسمح لك تحليلات موقع الويب فعله؟ فهم سلوك المستخدمين وتحسين فعالية جهود التسويق الإلكتروني. نختار رقم 4، 31، 32، 3. الآن مراجعة نهائية للأجوبة. السؤال 8، السؤال 9، السؤال 10، السؤال 11، السؤال 12، 13، 14، 15، 16، 17، 31،
32 33 34 35 36 37 39 40. الآن نضغط على إرسال. تم اجتياز الاختبار بنجاح. النتائج: طبعا الآن أي شخص عنده مشكلة في الاختبار ومش عارف يحل الاختبار، بالإمكان التواصل من خلال جروب الفيسبوك، حيتم إضافة الرابط لجروب الفيسبوك في وصف الفيديو، وحضيف كل روابط الفيديوهات الخاصة في الاختبارات اللي أنا حليتهم ونشرتهم في قناتي إن شاء الله. وآخر طلب، إذا فعلا أعجبك الفيديو وفعلا كان هيك مفيد، فأتمنى أنك تعمل اشتراك في قناتي، وشكرا مقدما.